السلام عليكم لكل متابعين قناة أخبار الفجر المغربية من داخل وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم معنا. اليوم رجعنا لكم بواحد المفاجأة اللي هي جديدة. كنا كنعرفوا أميغو ابن مدينة القنيطرة، بالضبط حي لارما العلامة. أكيد أميغو ياك؟ أميغو رجع هو رفع التحدي. كنا كنعرفوا أن أميغو كان وقع له مشكل كبير، بزاف ديال الناس اللي انتقدوه وبزاف ديال الناس اللي دافعوا عليه، خصوص السمكتين اللي صايب بمهدية. أميغو يعود من جديد ويرفع التحدي. شعارنا لا يأس من دمي يأش، ويزيد قدامه وخلي هذاك الشيء موراه ويخدم على راسه وينسى، والله سبحانه وتعالى غيزيد الطموحات ديالك وما ينسى ما يحشد الشقور، وكمان على الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. إذا أميغو أنت رفعتي التحدي وجيتينا بعمل جديد، تقدر تكلمينا على العمل الجديد ديالك؟ العمل الجديد ديالي واحد الأصدقاء ديالي في مدينة قنيطرة دعموني، عطيتهم فكرة، شطت الأرض خاوية، قلتلهم عبارة عن واحد الكاسكاد، فيه واحد أربعة ديال الطبقات، وما تيهبط بلي كولور، وبالتليكوموند تيخدم، ما تنداش البريز أنايا، التليكوموند حسن عادي يبقى يقلب من الشعر، طريقة سهلة، الحمد لله. ومازال عندي طموحات، بغيت ندير أكبر شلال في إفريقيا في المغرب، لكن والله تنتسنى الدعم من شي واحد، وتناشد صاحب الجلالة يسمع صوتي، ندير أكبر شلال في إفريقيا اللي يهضروا به المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، لأننا يعني نعرفوا راه مغاربة أكفاء وعندهم قادة وقدرات، وتنتمنى الدعم إن شاء الله، والكمال على سيدي ربي. أميغو، أنت خديتي انتقادات كبيرة على السمكتين اللي كيتواجدوا بمهدية. أنا بكيت، أنا كنت غادي نديرك شي من قلبي، وللأسف تتنشوف جيت قرار ريب وانا باقي ما كملتش، وتنشوف بلي تجيب تنشوف الناس تيهضر هذا الشيء. انا عندي سمكه كبيره في عين عتيق، عندي انجازات الحمد لله، ولكن ما بكيت هذيك بالحقره، ماشي على الفلوس ولا ما الفلوس، راه كاع كلشي حنا اللي تنديروها ماشي انت ديرنا، والحمد لله. انا دوزت الصغر ديالي كريسيان، خدمت في البني، خدمت ميكانيك، المهم خديت تجربه في الحياه، وعاد زيد الهوايه صايب اي حاجه. انا قلت لهم موت يتقبل، انا ندير جزيره تحت الارض، بنادم يتقوى تحت الارض، ولكن بنادم تيقول هذا راه احمق. هذا هو المشكل اللي عندنا في المغرب، خص المهندسين الكبار يدعموا هاد الفنان البسطاء ويمولوهم. دابا انا باغي ندير اكبر شلال في افريقيا، ما تختار عليهم يقولوا هذا احمق، فيه 20 متر علو ونديروا واحد 9 متر عرض، ويهبط الماء رايه مغربيه. شنو رايه مغربيه؟ يهبط الماء احمر في الليل والنجمه بالليل، شتي وليتي ولا شلال رايه مغربيه. قلنا على القضيه ديال العجينه، سمعتها بزاف. انا ابتدائي كاع باقي بعد الاساسيه اللي قراو اللي باقي حي. انا كنت بعض المرات تنعس تحت تندخل تحت الطبله الدار ونلعب في الطفل في القصر، بقى نصايب الجمال العجينه ديال درهم، ومني تنخرج من دراسه بقى نوصل باش ندير واحد الطبله كانت قديمه، تنبدا نلعب ونصايب ديور جزيرات بالعجينه، وداك الشيء كان فطري صغير. الحمد لله خدمنا في هذا البني، وهذا الشيء دابا وليت هذا الشيء تنطبقوا بالبني. تنخدم بثلاثه المواد، بحال القبس الداخلي، تنخدم بالسيما والبوليستر، نقدر نصاوب المجسم ونركب عليه البوليستر ويتقطع عاوتاني ونسوديه. ولكن البوليستير ما تيصدقش الملك العام، يقدر يجي يدير ريموش الشغاب عندنا، عندنا بعض الشباب الله يهديهم يقدر يجي يهرسها الحاجه ويمشي. اما بالسيما تيكون سوليد صحيح. شاد راسك. هذا الشيء اللي كاين اختي، انا اي حاجه نديرها في بلادي، انا ما تنحسد حد، ما سياسي، ما مطابق حتى شي حزب، ما مضامن مع حتى واحد، عندي الله والوالدين وعاش الملك، ولا خلينا المغاربه الحرار اللي تيبغوا بلادهم تزيد القدام. تنقولها ونعاودها، بغينا نديروا اكبر شلال في افريقيا ويصايبوا هذا عبد ربي. هذا الانسان المواطن البسيط والكمال على الله، وتنتمنى مصاحب الجلال يسمع صوتي. انا ما طامع حتى حاجه غير نصايبوا داك الشلال باش يعرفوا المغاربه من ان المغاربه راه اكفياء واذكياء. الصراحه هو من عقلنا له، هو فعلا فنان كبير، هو محبوب عند الناس ديال قنيطره، هو ولد البلاد مأصل، وكاع الناس ديال قنيطره تيحبوه من الكبير للصغير. فعلا هو فنان كبير، ولكن كيخص الناس يعطيوه الفرصه ويقدروا المهنه ديالو فعلا، لانه هو فنان كبير. هو محتاج اليوم الفنان ديالنا أميغو محتاج دعم انساني ودعم مادي، لا من طرف الناس المسؤولين، ولا من طرف الناس ديال المسيرين البلاد. وكنشكر القناه الفجر اللي فعلا عطاته وقت وعطاته فرصه فين يبين الموهبه ديالو، انه لانه فنان
كبير ونحبوه بعدنا. ما يقول اللي بغيت نقول انه فنان كبير وخصو واحد النقطه ديال الدعم المعنوي والمادي من المسؤولين من المغاربه كافه، على اساس انه صانع واحد النموذج اللي كيعطي واحد الفكره زوينه على الطبيعه المغربيه، وكيصايب واحد المنظور جميل اللي كيثير اعجاب جميع المشاهدين. و شنقول كنشكروا كافي فيشكادور اللي كتجي في مهديه مدينه قنيطره، اللي عطاتو واحد الدعم معنوي ومادي باش يصايب لنا كيما كتشوفوا هذا الشلال هذا. وشنو نقول امي يقول الله عمرها دار، وخصو واحد الدعم انه بغى يصايب واحد الشلال افريقيا، اكبر شلال في افريقيا اللي كيهبط بالماء ديالو رايه مغربيه. وكنتمناو انه يكون واحد الدعم ولا واحد السير من المسؤولين على حسابات السيد هذا، لحقاش ما عطاوش واحد ما خداوش واحد الفكره زوينه عليه، اللي المغاربه ما خلاوش يكمل واحد المشروع اللي المغاربه شافوا انه السيد ما كيقولوا ما كيصايب حتى حاجه، ولكن السيد هذا راه فنان. وشنقول كنشكروا قناه الفجر اللي عطاتنا هذه الفرصه هذه باش نشكروا هذا السيد هذا، لانه كيستاهل التقدير والشكر على اساس هذه المجهودات اللي كيدير معنا. كل شباب ما يأس ويكافح ويجاهد ويخلي بنادم يهضر، ربي غادي يعاون. اذا كما يقول دائما أميغو ابن مدينة القنيطرة ولد حلالة، شعارنا دائما لا للياس. شكرا لكم.